وقل رب زدني علما. فالوتر مستحب عند الحنابلة، ورتبته من الاستحباب أنه سنة مؤكدة. واختار ابن تيمية الحفيد أن الوتر واجب على من له حظ من صلاة الليل، وهذا قوي، ففيه العمل بما دلت عليه الأدلة مجموعة. فدلت الأدلة ابتداء أن قيام الليل مستحب، ثم دلت على أن من قامه يجب عليه أن يوتر، فكأن المرأة ابتدأ بصلاة الليل ندبا ثم أوتر فرضا. وهذا نظير ما يذكره الفقهاء في النذر، فإن عقد النذر مستحب والوفاء به واجب، فكذلك يستحب للمصلي أن يصلي صلاة الليل، فإذا صلاها كان الوتر عليه واجبا. هذا هو مورد اختيار أبي العباس بن تيمية، وفيه اعتداد بالأدلة الشرعية كلها.